بلح الشام بالشوكولاته. هنحط ايه؟ الميه بتاعه الايه، بلح الشام والزيت. حلو الكلام. ونحطهم على النار يغلوا. رشه ملح بسيطه هنا هتغلي اهي. هروح منزله ايه ده، عباره عن ايه، الميه والزيت فقط لا غير. هنزل بقى احط الكاكاو على الدقيق، وهروح ايه اهو الميه بس تغلي. تغلي اتاكد ان هي بدات تغلي طبعا، بس بلاش تغلي كده عشان ما تطلعش كل البخار الميه وغيري المقدار. وهنزل ايه الدقيق واقلب لغايه ايه ما يستوي الدقيق وتلاقيه شرب كل الميه وساب الطاسه. هناخد هنا قلنا 3 بيضات للايه؟ دي بلح الشام. 3 بيضات وتلاتة باكو فانيليا، 2 باكو فانيليا، اي حاجه. هنحط بقى العجينه اللي احنا عملناها اهي، اللي سويناها مع بعض. سويناها زي، ممكن ننزل المقادير التانيه يا شباب؟ ايوه اهو معاك. ما شاء الله عليك، الله اكبر الله اكبر. هنجيب العجينه دي، احنا عملنا 1.5 كوباية دقيق ماشي، ومعلقتين كبار كاكاو، 1.5 كوباية مية حطيناها الاول، وعليها 4 معالق من الزيت. حلو الكلام. خليتهم هيغلوا خلاص، رحت ايه مقلبه، تقلبي كاكاو مع الدقيق، وتروحي منزلاه على الايه مع رشه ملح يعني كده في الميه، وتروحي منزلاهم وقلبي لغايه ما اديكي العجينه دي. حلو الكلام اهي. نهويها بس كده، يعني مش هنشتغل بيها وهي سخنه. بنحط بيضه بيضه، نضيع البيضه نحط بيضه غير عين، البيضه تروح فيها كلها، نحط بيضه ثانيه. بسم الله. بيضه كمان. وبلبل، عايزه بلبلة بلح الشام يا شباب. يا شباب. بيضه كمان. وهي القشره. بيضة بيضة تخلص نحط غيرها. احنا كلنا نبقى بالشوكولاتة دلوقتي كلنا. عمالة تنطر هنا وهنا، يبقى بقول في حاجة غويطة شوية. بيضة التالتة ومعاها الفانيليا، ونضرب بقى لما تديني ايه القوام الكريمي. الزيت بقول لكم ايه، اوعى ايه ما يبقاش سخن، الزيت يبقى بارد. الزيت يبقى ايه؟ بارد عادي، لسه صباه في الطاسه تشتغلي بيه، سخن لا. ايه طلعك فوق؟ ايه طلعها فوق دي؟ امل دي مهمه جدا في الحياه. تفاءلوا بالخير تجدوه، بقول لكم اهو. ولو هنجح هتنجح، هوصل هتوصل. بصوا بارد كده اهو. طبعا الحجم بقى اللي انتوا عايزينه.